ظلال بلاد الشام معرض فن تشكيلي حمل روح الهوية والانتماء للقضايا يلي بتآمن فيها شعوب المقاومة وحقها بالدفاع عن نفسها ووجودها والتعبير عنها بكل تفاصيلها. طبعاً قدرت الفنانة التشكيلية جمانة مرتضى بهذا المعرض ومن خلال لوحاتها تأخذ المتلقي برحلة مشاعر مختلفة ما بين أمل ونصر وتفاؤل وحزن، انعكست خلالها على ألوان من خلالها على أنوان وتكوينات لوحاتها. لحتى نعرف تفاصيل أكثر منتابع سوا بهالتقرير. اسمي جمانة مرتضى، حبيت اني اعبر بهذا المعرض عن الاحداث اللي عم بتصير بالمنطقة ككل، ابتداء من الحرب بغزة ولبنان وصولا الى سوريا. ما قدرت ما اعبر عن كل منطقة او كل شعور راودني خلال هاي الفترة يلي كانت عم تحدث فيها الاحداث. هاي اللوحة حاولت اعبر فيها عن الجولان، كمان هو دائما شيء متضرر، واللون الأسود كتير ساعدني لحتى أقدر طلع الانفعال اللي جواتي. هذا العمل هو أول عمل بمجموعتي للمعرض. للأسف كنت كتير متأسرة وحزنانة على الحرب اللي عم بتصير على غزة. كان العمل كله ملون، لغيته وحولته كله لأبيض وأسود، بس تركت شوية آثار لون مثل ما بحب أعبر عنها دائما، وساعدني كثير عن التعبير عن الأحداث والشي اللي عم بيصير من خلال النطخات السود وكيف إنه الطبيعة عم تنحرق وتندثر بهذيك المنطقة. هذا العمل مرتبط كمان الدماء اللي عم بتصير على الأرض بسبب الحروب والكوارث، وكيف لونه عم ينعكس على السماء بحيث انه حتى السماء صارت تاخذ لون دموي من الارض. هلا انا بهذا المعرض عم اعبر عن الاحداث الاخيره يلي عم تصير بالمنطقه من اواخر السنه الماضيه للوقت الحالي، واللي هي ما خلتني ما اكون متاثره وما خلتني ما اوقف شغل عنها، لانه هي بالاساس ما وقفت. انا بصراحه حاولت اني اعبر عن ظلال المنطقه ككل، مو فقط ظل الأشياء، فحتى هي المنطقة دائما ألوان طبيعتها جميلة كتير أنا ما فيني ألغيها، وبالأحداث اللي عم بتصير هي فقدت كتير من ألوانها. أظن أنه لما بدي حاول كتير أنه أرسم شيء هو وليد اللحظة وشعور آني، هو كتير رح يأثر على العمل بحيث أنه يطلع فيه روح أكتر من أنه يكون جامد. بالإضافة كمان لطريقة الرسم والمواد اللي ضايفتها ممكن تأثر على هذا الموضوع. هلأ أنا هذا أول معرض فردي لإلي، وأنا كانت رغبتي أني بلشه من هون. معارضي السابقة كلياتها كانت مشاركات جماعية وفيها تجارب مختلفة. للمشروع يلي أنا حابة أني أحكي عنه أو وصفه رح يكون اسمه بيحمل مثل ما هو بيتضمن. أكيد أكيد شيء بيفرح وأكيد الحمد لله، بس الشغل الدائم بيخلي الواحد يقدر.